زي ما عرفنا في الحلقة الماضية أن المضاد بنستخدمه لقتل أو تثبيط نمو البكتيريا، فلما نأخذ جرعة الدواء بيتم امتصاصه ونقله لمجرى الدم للوصول للخلية المطلوبة ليؤدي المهمة. وفي عنا عدة طرق لإتمام هذه المهمة. تحتوي الخلية البكتيرية على عدة مكونات، من أهمها الجدار الخلوي الذي يسمح للمضاد بالتأثير عليه دون المساس في الخلايا البشرية. هذا الجدار يتكون من عدة طبقات من مادة البيبتيدوغلايكان اللي بتزود الجدار بالقوة اللازمة للبقاء على قيد الحياة، فبيمنع المضاد تكوين هاي الطبقة وبالتالي بتفقد الخلية وظيفتها، وهي الطريقة فعالة على البكتيريا اللي بتنمو وبتنقسم بسرعة، فلما تفقد الجدار الخلوي بتفقد وظيفتها. ولكن هاي الطريقة أقل فعالية على البكتيريا اللي بتنقسم ببطء مثل بكتيريا السل مايكوبكتيريوم توبركولوسيس، وفي بعض المضادات بتمنع تكوين البروتين بالتالي بتأثر على الوظائف الحيوية من أهمها التكاثر، إضافة إلى تثبيط بعض الإنزيمات والأحماض الأمينية مثل الـ RNA والـ DNA اللازمة لانقسام الخلية. وبعد ما يخلص عمله بالجسم بيتم التخلص منه لعدم تراكمه بطرق عديدة، منها الجلد والدموع والكلى والعرق، وبهيك بيكون المضاد أدى فعاليته بالجسم وقضى على البكتيريا الضارة. ولازم ننتبه لكافة التعليمات والإرشادات لضمان كفاءة عمل المضاد والحصول على الفائدة المرجوة.